هل ترى أن ما يحدث في جنوب لبنان من اشتباكات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل سببه الرئيسي ما يحدث في غزة، أم أن هذا التصعيد بين الجانبين كان سيحدث عاجلا أم آجلا، والعدوان على غزة يعني أسرع من وتيرته فقط؟ يعني بالبداية أنا لا أرى، وهذا بنتيجة التجربة، أي علاقة بين الصراع في غزة وما يجري في الجنوب اللبناني. في غزة هناك شعب يقاتل للحصول على دولة، وفي لبنان هناك حزب مسلح ينتمي لطهران يسعى لتهميش الدولة وتحلل الدولة لصالح حزب سياسي مرتبط في الخارج. كل ما يجري في الجنوب اللبناني ليس سوى محاولة إيرانية للبقاء في المشهد المتعلق بأمن إسرائيل وإيجاد صلة للتفاوض مع الولايات المتحدة. تريد إيران الحفاظ على مواقعها في الجنوب اللبناني، ليس في الجنوب اللبناني فقط، بل تريد دائما القبض على القرار السياسي كما هو حاصل. إذن يعني هنا معنى حديثك بأن حزب لا اللبناني لا يهتم بتأمين لبنان ولكن يهتم بتأمين إسرائيل، هذا معنى كلامك؟ يهتم بتأمين المصالح الإيرانية في المنطقة، وهو ليس حزبا مستقل القرار، هو حزب يرتبط بطهران. اليوم دمر أكثر من 20 قرية في الجنوب اللبناني. حزب الله لا يستعمل قدراته العسكرية، وهو يقول دائما أنه لا يسعى لجر لبنان إلى صراع أكبر. إذن هذه الصواريخ الموجودة لدى حزب الله والتي شاهدنا جزءا منها في الهجوم الإيراني على إسرائيل هي مستبقات الاستخدام لهدف آخر إذا ما أرادت إيران توسعة الحرب. ولكن قطعا ما جرى في الجنوب اللبناني لم يقدم أي خدمة للحرب في غزة، لم يساند غزة، هو فقط أحدث شيئا إضافيا في لبنان، أنه صادر أكثر فأكثر صلاحيات الدولة، صلاحيات القوى المسلحة الشرعية، جعل رئيس المجلس النواب في لبنان والحكومة في لبنان وسيط بين الأمريكيين وبين حزب الله، وهذا مؤشر كبير على اضمحلال الدولة في لبنان. نعم، نحن في لبنان مرتهنين لمشروع إيراني في المنطقة. قد تكون الولايات المتحدة لم تعد راغبة في وكالة إيرانية في المشرق العربي، وهي تريد ربما وكالة إيرانية في البحر الأحمر وفي المحيط الهندي لأهداف تتعلق باقتصاد الصين. ولكن هنا يعني يكمن سبب هذا الصراع. وكان هناك يعني حديث منذ أكثر من أسبوعين لوزير الخارجية الإيراني في لقاء مع وزير الخارجية العراقي، عندما قال أنه صراع بين طهران أو الخلاف بين طهران وواشنطن ليس سوى خلاف على حصة أعطيت لنا ونحن لا نرضى بها. إذن نحن أمام صراع إقليمي دولي نحن ندفع ثمن. وهنا أريد العودة إلى ما قلت عنه، أنا لم أقول إنه النظام العالمي سيبقى ثابتا، أنا أقول نحن ذاهبون نحو نوع من الفوضى تعتبرها الولايات المتحدة فوضى بناءة. إذن انتقال من ثنائية قطبية إلى أحادية قطبية والآن إلى أحادية قطبية، ولكن مع عدم قدرة على تبلور أي قطب آخر نتيجة لاشتباك الصراعات واشتباك التحالفات. وهنا أريد أن أعطي مثالا بسيطا، يعني أنا متأكد تماما من شراكة إيرانية أمريكية في المصالح، في الاعتداء على دول الخليج، في يعني سيطرة حالة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتحلل الدولة. ولكن في الوقت نفسه نرى أن روسيا أن إيران هي كذلك شريكة في مكان آخر لروسيا وشريكة للصين. إذن العالم يشكو الآن من عدم القدرة على إحداث اصطفاف يفرز محورين أو معسكرين. إذن مصر دكتور محمد،